نشوف ملائكة رومانسية ولا ندخل على توأم الشعلة؟ لا نشوف الرومانسية بقى، الشعلة دي مخيفة شوية. بالعكس، دي هي نفسه نفس ال هي الاسم بس، المسمى بس، تمام. لكن هي رومانسية برضه، أحلى قصة حب رومانسية للعمر. حلو أكيد عايشاها دلوقتي بقى، يعني لطيفة، جوزي يعني. تمام، ماشي ماشيين حلو كده. ماشي. طيب، مطلوب منك يا نورة ان انت تحبي نفسك قبل ما ايه، يعني برج الجدي بيحب بيته قوي، يعني ايه، هو بيته اهم حاجة عنده في الحياة، تمام. ولما بيحب حد مثلا صديق زميل برضه بيكون عنده مهم جدا جدا جدا، بس رجاء يعني حبي نفسك شوية اكتر، ماشي طيب، حلو. عشان انت تستحقي الحب. احترامك لنفسك يزيد من جاذبيتك الرومانسية. اوكي، دي ملكة الرومانسية. خلينا نشوف الطروط هيقول لنا ايه. ماشي. طيب بصي، الطروط بيقول لك دي عيون، وفي نفس الوقت تردد، وفي نفس الوقت طاقات مش كويسة حواليكي. في ناس عايزين يشوفوكي كده، ايوه بالظبط. تمام، صح. فخدي بالك. في ناس عاملة ان هي يعني بنحبك جدا، لا انا بحس اللي بيحبوني واضحين، انا عارفاهم، واللي ما بيحبونيش واضحين برضو، يعني ما فيش كتير عاملين نفسهم بيحبوني وما بيحبونيش، لاني انا واضحين بالنسبه لي اللي ما بيحبونيش وهم بيقولوا يعني. او عندك ابيض وعندك اسود، طبعا. ففي اولا تردد داخلي جواكي، في موضوع في دماغك انت متردده جدا 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 ناحيته، خلاص، بسبب الناس دول، الناس اللي هم متلونين، يعني هم باينين قوي ان هو ايه، يعني بيحبونا، خلاص. لكن في نفس الوقت خلينا انصحك نصيحه. الكارت ده بيعبر عن ان انت داخله على مرحله من الروحانيه هتبقى اعلى بكتير جدا، وعجله الحظ مستنياكي، هتكوني سعيده، تمام. بلاش تضحكي وانت جواكي الم. الروحانيه او الصحوه الروحيه بتيجي من الالم، تمام. فاضحكي وانبسطي، حياه جميله جدا وبتحبك على فكره، الحياه بتحبك قوي، خدي بالك. يعني دورا نورتيني، شكرا.